أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل موافقة حركته على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية التي قدمت لوفد حماس أثناء زيارتهم للقاهرة الأسبوع الماضي. يأتي هذا فيما أعلنت إسرائيل عن خطوة تصعيدية جديدة بعد تصديق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون القومية الذي يعتبر إسرائيل الوطن القومي لليهود والقدس عاصمة إسرائيل. مشروع القرار العنصري المثير للجدل أثار غضب الفلسطينيين كثيرا وعلى وجه الخصوص فلسطين الداخل الذين اعتبروا إقرار قانون القومية بمنزلة إعلان حرب ومن شأنه أن يمس بالمواطنين الفلسطينيين المقيمين حاليا في إسرائيل ويشطب حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء العالم. وكشاني مدبر برخوي العالم ثمة من يحاول زعزعة أسس وجودنا، ولهذا قمنا بسن هذا القانون. عندما يقول ينص القرار نصا على أنه حق تقرير المصير هو لليهود فقط، ويتناسب 20% من السكان الفلسطينيين العرب، هو شطب للسكان الفلسطينيين العرب، هو التمهيد للتطهير العرقي لهم، هو التمهيد لحرمانهم من أي حقوق، هو التمهيد لأنه مصيرهم سيقرره يهودي. والحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من غزة المحلل السياسي الفلسطيني السيد حمزة إسماعيل أبو شنب. أهلا بك سيد حمزة. وينضم إلينا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من رام الله السيد علاء الرماوي محلل سياسي وباحث في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد علاء. البداية مع سيد علاء، يعني نتنياهو سابقا سقطت حكومته عندما بدأ يتحدث عن هذا القانون في الكنيست، الآن يقدم مثل هذا القانون، ما هي الدوافع لهذا الأمر؟ نعم، بعد تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. أولا القانون بحكم منتهي، التقت على ذلك أطياف المعارضة، جزء من أطياف المعارضة وأيضا جزء من أطياف اليمين الصهيوني والتشكيلة الحكومية القائمة، وبناء على ذلك أنت تتحدث الآن عن حكم منتهي للقانون، والذي يقوم في أساسه على 4 قواعد خطيرة. القاعدة الأولى ما تعلق باللاجئين وانتهاء فرص الحديث عن تسويات في ملفهم، وهذا يعد انقضاض على القانون الدولي وتفسيراته التي لم تكن أصلا قائمة في الذهن الصهيوني. البعد الثاني وهو ذات المستوى الخطر، وهو ما تعلق بمدينة القدس. الآن أصبحت القدس بالعرف القانوني الصهيوني والذي على إثره ستعمل محكمة العدل العليا، التي كانت بعضا من أحيان تقوم بتسوية بعض القضايا، الآن ستصبح استباحة كاملة للقدس الشرقية، وبناء على ذلك السيطرة على الشيء غير المسيطر. لكن الأخطر في هذا العنوان أن المسجد الأقصى ومحيطه ستصبح الولاية للاحتلال الصهيوني بحكم القانون الدستوري الآن الذي بات واضحا، وهذه مبادئ أساسية. البعد الثالث في هذا الموضوع أيضا وهو غاية في الخطورة، بأن القوانين التي أقرت أو قانون القومية اندرج على قاعدة خطيرة وربط بعدة قوانين تم إقرارها يوم أمس، وهي متعلقة بالإجراءات في محيط مناطق 67 والتي نقلت ولاية التقاضي إلى محكمة محلية، وبناء على ذلك ستصبح الإجراءات العامة تنتقل رويدا رويدا للمستوطنات وتطبيق ما يعرف ببناء القدس الكبرى، وهذا يأتي في سياق ما يعمل الآن على الأرض في منطقة الخان الأعمر. البعد الرابع وهو يأتي هذا القانون والتسويات وما أشيع الآن عن صفقة القرن وتعاطي بعض العرب في هذا السياق، وهذا ما يفسر الآن صمت مطبق الآن من العرب حول هذا القانون الذي أثير عليه ضجة كبيرة قبل 4 سنوات من الآن، ثم صمت أيضا غير مبرر من السلطة الفلسطينية التي لم تقم بموقف حقيقي في ظل هذه الارتكاسة الكبيرة السياسية، ثم الآن يترك الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 وحده، يقاتل عن بيته، يقاتل عن القانون، يقاتل عن وجوده، يقاتل عن التعليم والصحة. الفلسطيني في الداخل أصبح أمام محرقة بهذا القانون، وأنا أحذر عبر الجزيرة مباشر وأقول بأن الفلسطيني في العافي في مناطق الداخل عام 48 سيصبح أمام خطر الترحيل وخطر الفصل عن الأراضي المحتلة عام 48، وسيعاد تأطيره تحت عنوان تبادل الأراضي في ظل الحديث عن تدحرج صفقة القرن وما يمكن أن تفرزه خلال السنوات الشهور القادمة.
القادم. نعم ابقى معي سيد علاء. سيد حمزة احنا نتحدث الآن على 1,800,000 فلسطيني يقيمون داخل الأراضي المحتلة طبقا لهذا القانون، هذا قانون يعني يهدد وجودهم بشكل أساسي، إلى جانب 7 ملايين من لاجئي الفلسطيني يحرمهم من العودة. إذا كانت يعني إسرائيل تتخذ هذه الخطوات استباقا لزيارة ترامب الذي سيزور المنطقة ويقدم فكره عن التسوية في هذه القضية، إذا كان هذا هو التحرك، ماذا عن التحرك الفلسطيني والمحيط العربي والإسلامي حول هذه الإجراءات؟ بتقدير التحرك الفلسطيني حتى اللحظة لم يكن يرتقي لمستوى التحدي، ونحن هنا لا نتحدث عن أول قانون أو نتحدث عن أول إجراء متخذ من قبل الحكومة الإسرائيلية، إنما نعم نسمعك سيد حمزة تفضل. إنما نتحدث عن بعض الإجراءات مستمرة منذ أن بدأ يصل إلى سدة الحكم اليمين الإسرائيلي بصورة مباشرة وتتعزز، مثل هذه القوانين، عديد قوانين كانت متعلقة بسحب الجنسيات في القدس، قوانين الملاحقة، المصادرة. اليوم عندما نتحدث لا يوجد شيء اسمه خطة ترامب للتسوية، إنما هناك رؤية إسرائيلية تريد أن تستثمر وجود الرئيس ترامب في الحكم وتحصل على كل ما تريد. شهدنا القرار الأمريكي المرتبط بالقدس ولم يكن هناك أي حراك فلسطيني حقيقي. بتقدير اليوم الحالة الفلسطينية بالذات لا أعتقد أن يكون هناك الحراك العربي قادر على أن يؤثر، أو أن هناك حراكا إسلاميا قادر على أن يؤثر. التجربة السابقة واضح أنه غير قادر وغير فعل إن لم يكن هناك حراك فلسطيني حقيقي. الحراك الفلسطيني الحقيقي هو مرة أخرى إعادة ترتيب الأولويات. إعادة ترتيب الأولويات تنطلق بأن الإشكالية الحقيقية التي تقع على كاهل الفلسطينيين هي التقيد بالاتفاقيات التي نتجت عنها السلطة الفلسطينية. الآن وإسرائيل تريد أن تقدم الأراضي في الضفة الغربية وتريد ضم المناطق أكثر من 60% إلى أراضي الدولة كما تسميها هي وكما تزعم. الآن فلسطيني الأراضي المحتلة عام 48 يتعرضون إلى خطر شديد في هذا الواقع. أعتقد عليهم الآن مرة أخرى ترتيب الأولويات والانطلاق إلى إعادة تفعيل مفاعيل المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة الشعبية التي تستطيع من خلالها الضغط على الاحتلال وتجعله يتراجع. اليوم ما الذي يجعل تكتلات اليمين تتجه نحو هذه القوانين؟ غياب الروادع. عندما كنا نشاهد في السابق العمليات، كنا نشاهد الانتفاضة الشعبية الضغط على الاحتلال، لم نكن لنسمع هذه الأصوات تطفو على السطح. اليوم أصبح هناك قرارات، اليوم أصبح هناك خطوات وإجراءات. الواقع مرتبط بإعادة تقييم جدوى بقاء السلطة الفلسطينية كمنظومة سياسية أو حتى كمنظومة على الأراضي الفلسطينية بواقعها بكافة أشكاله. مرة أخرى إعادة تفعيل أدوات النضال الفلسطيني، إن كنا لا نستطيع في المرحلة الأولى في بعض المواقع أن نقاوم بالمقاومة المسلحة، ممكن إعادة تفعيل المقاومة الشعبية. وشهدنا كنموذج في الفترة الأخيرة هناك حادثة البوابات في المسجد الأقصى، هناك التظاهرات التي كانت تستمر في بعض البلدات كنعلين وبعلين، وهناك أيضا مسيرات العودة في قطاع غزة. هذا الحراك الجماهيري هو القادر على إعادة مرة أخرى حضور قضية فلسطين كقضية تحرر وقضية أرض مسلوبة، ليس العكس. اليوم من يقرأ هذا القانون المكون من 11 مادة ويقرأ التوجهات ولا يذكر أي كينونة لأي فلسطين، وكأنه يقول أنهم هم أصحاب الأرض وأن الفلسطين هم الأغراب عليها. نعم سيد حمزة، يعني يتماشى مع الأمر هو المطالبة بالمصالحة وأن الخلافات بين حماس وفتح هي أدت إلى تراجع الاهتمام وإلى تجرؤ إسرائيل إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات. اليوم حماس توافق على الورقة المصرية يعني وتقول أنها موافقة لمثل هذه الشروط، كيف تقرأ يعني سعي حماس للموافقة وانتظار رد من السلطة الفلسطينية أو من فتح؟
بتقديري أن حماس تتجه نحو أي جهد وأي خطوة تبذل لإنجاز ملف المصالحة حتى ولو كان لديها بعض التحفظات بعض الإجراءات، لأن الواقع الفلسطيني واقع مأساوي حقيقة. بقاء على هذه الحال وبهذا الواقع سيؤدي لمزيد من التراجع وتقدم للمشروع الصهيوني والتهام للأراضي. احنا فقط لا نتحدث إنما هناك حرب على الإنسان وعلى الأرض، وهو العنصران الأساسيان لمقاومة الاحتلال والصمود. هذا ما تفعل إسرائيل. لذلك بتقدير حماس تلجأ لأي خطوة وأي مبادرة وأي إجراء تجاه المصالحة الفلسطينية يستطيع أن ينهي حالة الانقسام ويعيد ترتيب الأولويات الفلسطينية مرة أخرى. بتقدير هي تسعى من هذا الباب نتيجة المخاطر. والآن لا نتحدث فقط على حماس، لربما أيضا هناك عدد من الفصائل الفلسطينية، لكن الإشكالية بتقدير ما زالت لدى الرئيس محمود عباس ولدى حركة فتح. هي لا تريد أن تقاوم سلميا ولا شعبيا بصورة حقيقية في الضفة الغربية وعلى مدار وعلى لخطوط التماس مع العدو بصورة بخصوص كاملة. أيضا لا تريد سحب بخصوص أنها ليست حماس فقط. ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة السيد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد أحمد، حديثي للورقة المصرية والسعي للمصالحة كخطوة أولى لإنفراج الأزمة في غزة، كيف قرأت هذا الأمر؟ سيد أحمد هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. سؤالي للأستاذ علاء، يعني إذا كان من أولويات يعني الآن هي المصالحة، هل ترى أن الأمر أصبح جاد لدى كل الأطراف لوجود مصالحة حقيقية فلسطينية حتى يتم التعامل مع هذه التغيرات التي تحدث في القدس وما حولها؟ يعني نعم، كان هناك فرصة قبل 8 أشهر من الآن لإنضاج مصالحة حقيقية بعد أن استعدت حماس ودفعت لأجل ذلك ثمنا كبيرا خلال تحولات طرأت على بنية القرار لديها، وأصبح هناك على الأقل دافع كبير لإنضاج هذه المصالحة. لكن تدحرجت الأمور ووصلت إلى السقف المسدود، بل تضاعفت من خلال إجراءات حقيقية قامت بها السلطة الفلسطينية، بل يعني مست المجتمع الفلسطيني وضاعفت من دائرة الحصار وأوصلت الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى ذروة الارتباك. وكنا قد قلنا حينها عندما بدأت التصريحات المتفائلة، وأنا تحدثت ذلك على الجزيرة عندما قلت بأني لا أرى بعد أن هناك نضوج سياسيا لدى السلطة الفلسطينية يدفع لوجود مصالح حقيقية على الأرض. سيكون لدينا ورقة وأوراق، وسيكون لنا تدخل لعاصمة وعواصم، وسيكون تدحرج لحالة سياسية. وأنا أقول هذا الحراك سيتبخض عن صفر كبير، لأن الإرادة بعد لم تتكون. الورقة المصرية صيغت تحت ظروف قرع طبول الحرب، وأنا أقول كانت الأمور قد وصلت في قطاع غزة إلى ما قبل الانفجار. دفع المصري باتجاه من خلال دفع الإسرائيلي تقديم مبادرة لإنشاء حركة مصالحة على الأرض، وهذا تفتير للأزمة على الأرض. لكن هنا على الأقل وما أعلم من خلال معلومات دقيقة بأن السلطة وما سرب عن اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح بأن الأمور غير ناضجة لمصالحة، وأن السلطة غير مستعدة ماليا وإداريا لأخذ قطاع غزة في هذه المرحلة، بل على العكس من ذلك هناك توجه واضح للسلطة الفلسطينية وبعض الأطراف العربية وبعض الأطراف التي تدعم بطريقة أو بأخرى من خلال الاحتلال لإيجاد فرصة لتغيير البيئة السياسية في قطاع غزة. ما أؤمن به ومن خلال القراءة والاستقراء بأن الأوضاع ذاهبة للتأزم، ما شاهدناه اليوم على حدود قطاع غزة وقصف موقع لكتائب القسام وإعادة مشهد قتل الناس، هذا يعبر عن شكل معين من التعبئة. ما أستطيع أن أقوله على الإخوة في حركة فتح، وأنا أقول هنا ببعد الناصح كسياسي ومحلل، إن الأمور في القضية الفلسطينية وصلت إلى حد لا يمكن تصوره، والإدارة الأمريكية بدأت تعد خطواتها من خلال النسق الإسرائيلي إلى الانقضاض على كل الملفات الفلسطينية. ما يجري الآن هو خطير للغاية. على فتح أن تعيد الاعتبار للهوية الوطنية من خلال الذهاب الحقيقي لمصالحة، لأنه إذا ظلت
ظلت القسمة قائمة والانقسام قائم، وظلت بعض الأقاليم العربية مثل مصر وغيرها تلعب في الملف الفلسطيني، ومحاولة سعودية حقيقة الآن على الأرض لأخذ المسجد الأقصى من خلال الضغط على الأردن، ومحاولة الأردن إيجاد تسويات لإبقاء المسجد الأقصى تحت سيطرتها، وكل يجري على ظهر الفلسطيني. وللأسف حتى الآن السلطة لم تدري ولم تشعر ولم تستشعر أن هناك خطرا حقيقيا دائم. وأنا أقول الفرصة مواتية الآن لإعلان مصالحة. القضية لا تتعلق براتب هنا أو راتب هناك، إنما المرحلة الحالية هي نحر للقضية الفلسطينية بامتياز. وأقول وبالنقطة الواضحة والجلية، إذا لم نتدارك الأوضاع بسرعة ممكنة فإننا أمام حالة تطبيع وسليلان تطبيع عربي من العواصم العربية، ستأخذ بعد التطبيع وستستحوذ على الملفات العربية تحت النجمة السداسية، وتذهب إلى أبعد من ذلك من خلال السيطرة على ملفات فلسطينية بالعلاقة الواضحة مع الاحتلال الصهيوني. نعم. سيد حمزة، وأنت تقيم في غزة، ما يحدث حول غزة والضغط عليها بشكل كبير سواء من الاحتلال الإسرائيلي واستهداف بعض المواقع وقتل بعض الشباب، وفي نفس الحال أيضا هناك ضغط من السلطة الفلسطينية، الوضع المتأزم الآن في غزة هل هناك من مخرج؟ هو هناك إشكالية مرتبطة بأن حصار قطاع غزة بصورة أساسية مرتبط بوجود المقاومة الفلسطينية بسلاحها وبقدراتها التي تواجه بها العدو الإسرائيلي. هذا هو السبب الرئيسي في كل الإجراءات التي يتعرض لها قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاما أو لربما أكثر، يمكن نتحدث منذ تقريبا 13 عاما. قطاع غزة تعرض أيضا منذ انسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة 2005 ثم اشتداد الحصار عام 2007 إلى وقتنا هذا. هذا مرتبط بصورة أساسية بواقع المقاومة الفلسطينية وسلاحها. الآن لدى الحالة الفلسطينية استطاعت الخروج من المربع التلقي من خروج من المربع تلقي ضربات العدو إلى استحداث الفعل عبر مسيرات العودة. مسيرات العودة تشكل ضغط وتحاول وتشكل اللي هي رافعة للمشروع الوطني أيضا، وتشكل لربما أحد الأدوات التي يضغط فيها قطاع غزة، ويحاول قطاع غزة إعادة حضوره وكسر الحصار، إعادة الحضور لقضية فلسطين. الآن هناك مسار ثاني حاضر في هذه اللحظة ومسار المصالحة الفلسطينية، وهناك حالة كما قلت سابقا حالة من التوافق الفلسطيني، إلا أن ما زال موقف الرئيس محمود عباس يرتبط بمفردات متعلقة بالسلطة وليس متعلقة بالمشروع الوطني كمشروع وطني ككل تتعرض خلال قضية فلسطين إلى إشكالية حقيقية. الآن هناك بعض الجهود كانت مرتبطة بواقع إنساني، مرتبطة بحلول إنسانية، لا أعتقد أنها تستطيع أن تصل إلى نتيجة حقيقية أو أن الحصار سيكسر مرة واحدة وللأبد، إنما الأمر يحتاج لربما ما بين الفينة والأخرى نشهد بعض التخفيفات وبعض الإجراءات كما جرى هناك بعض التسهيلات على معبر رفح ومن خلال فتحه لأكثر من شهرين متواصلين إلا في بعض الأيام القليلة، هناك بعض التسهيلات متعلقة ببعض المواد التي دخلت من الجانب المصري. إسرائيل تريد أن تضغط لإيقاف مسيرات العودة وإيقاف مفاعيل مسيرات العودة المتعلقة بأنشطة شعبية أخرى كإطلاق البالونات الطائرة على العدو الإسرائيلي، فتغلق وتتخذ بعض الإجراءات، تحاول أن تصعد عسكريا لتوصل رسائل للمقاومة الفلسطينية بأنها تريد أن تصعد، وفي نفس الوقت المقاومة لم تستجب للرغبة الإسرائيلية وتقف أمام الرغبة الإسرائيلية، بل بالعكس المقاومة تخرج بحالة تحدي. أننا نحن أمام أكثر من سيناريو، لربما هذا السيناريو يحتاج إلى مزيد من الزخم الشعبي والضغط الشعبي لتحقيق الأهداف والمرتبطة وبصورة تكتيكية ومرحلية ورفع الحصار، كسر الحصار عن قطاع غزة. سيد علاء، يعني ربما المشهد يعني في شكله العام هناك ضغط على غزة بشكل كثيف، هناك أيضا ضغط على فلسطيني الداخل، أيضا أهل الضفة أيضا هناك عليهم ضغط، هل كل هذه الضغوطات سواء الضغوطات الداخلية أو الضغوطات الخارجية هل هي مقصودة للدفع بالفلسطينيين لأن يرضوا بصفقة القرن عندما تعرض عليهم بشكل رسمي في زيارة ترامب المقبلة؟ يعني سؤال مهم. هناك ستة نقاط بدأت تمهد على الأرض من خلال ما يعرف بالإجراءات لتمهيد صفقة القرن.
أول هذه الإجراءات ضرب المخيمات الفلسطينية، أنا أشيرون مخيمات سوريا وضرب بنية اللجوء في الأراضي السورية، ثم الضغط الآن القائم على حركة اللجوء في منطقة لبنان، ثم إعادة ترتيب وضع اللجوء من خلال التشتيت القائم لبنية اللجوء الكبيرة في منطقة الشرق ودفعها باتجاه الخارج على الأقل دول أوروبية وغيرها. البعد الآخر هو ما يتم على الأقل الآن من حراك أمريكي في مسألة القدس ونقل السفارة، وبدأ ذلك عمليا من خلال إجراءات صهيونية على الأرض باتت تسيطر على المسجد الأقصى، وهذا بات واضحا من خلال تقليص دور أوقاف الأردن. البعد الثالث وهو خطير بذات المستوى، هناك الآن بنية تكتل وإعادة تدجين بعض القوانين وترتيبها على قاعدة ضم مستوطنات الضفة وشرعنة وجودها، ثم امتدادات على قاعدة تسويغ الوجود الصهيوني مع الأردن، وبدأ ما يعرف ببناء الآن حدود مشتركة ما بين الأردن والكيان. البعد الرابع هو إعادة ترتيب علاقة العرب، وهذا مهم بعد حصار قطر والذي جرى في قطر بعد قيامهم بدعم الفلسطينيين لزمن طويل. الآن يتم الحصار ثم الضغط، محاولة الانقلاب في تركيا لإعادة ترتيب الشرق على قاعدة واسعة، ثم إعادة ضخ قوة وكتل كبرى الآن باتجاه التطبيع مع الاحتلال. وجدنا الآن العربية السعودية تطبع، الإمارات تطبع، البحرين تطبع، وعديد الدول الخليجية، مصر تذهب لتصبح وسيلة الآن لاسترزاق التطبيع مع الاحتلال مع عديد الدول العربية. البعد الخامس وهو خطير بذات المستوى، عندما نرى الآن بعض التحركات الفلسطينية التي تصنع شخصيات كدحلان وغيره على العين الإماراتية لكي يكون بديل للسلطة القائمة التي للأسف أقول لم تتخذ موقفا حقيقيا ضد صفقة القرن. النقطة الأخيرة ما يجري على قطاع غزة الآن، ضغط كبير وحصار، والآن المس ببنية عرب الداخل في الأراضي المحتلة الفلسطينية، هذا كله يجمع لأجل أن يكسر الفلسطيني. لا ظلت سلطة قائمة يمكن أن تبني قرارا سياسيا، ومقاومة مكبلة الآن بشكل كبير، وعرب يستهدفونها. السؤال الكبير لماذا؟ لأن هناك أدوات فاعلة باتت تطبق صفقة القرن على الأرض دون إعلان. أشكرك شكرا جزيلا السيد علاء رماوي المحلل السياسي والباحث في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من رام الله، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول أيضا للسيد حمزة إسماعيل أبو شنب المحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من غزة، شكرا جزيلا لك. المسائية مستمرة وبعد الفاصل إبداع الجمهور، فتفضلوا بالبقاء معنا.